فكره في العبادة، كم يقرأ من القرآن، كم يحضر من الصلاة، ما يدور في صلاة التراويح أخف واحدة فيني بسرعة، كأنه متضايق بيخرج من حضرة ربه، ما عنده أنس بالله تعالى. وإذا زيد الإمام حقه 10 دقائق يقول طول علينا ثقيل، والمسلسل ما طول عليه، والكلام الفارغ ما طول عليه، والغيبة والنميمة ما طول عليه، تفضل بغيت ساعة ساعتين بيغتاب جيرانه كلهم، بيقفز له عند غيرهم والعياذ بالله تعالى. ما هذا المسلك؟ المؤمن يعد العدة للعبادة، لطول الصلاة، لكثرة القراءة في رمضان. وأن المنافق يعد العدة لتتبع عورات المسلمين، تنظم يجي فلان فعله، فلان تركه، فلان طلع، فلان نزل، فعل أبو فلان، فعل أبو آل فلان وآل فلتان، وعنده هو النت حقه والهدف سب سب ذا وسب سب ذاك، هذا منافق.